موضوع السعر الان في المغرب هو الزياده في البوطه ديال 10 دراهم. حنا ما غندخلوش في التفاصيل ديال الاسباب ديال الزياده لان الناس تبعوا تصريحات ديال مختلف المسؤولين الحكوميين، ولكن ما يهمنا حنا في هذا الفيديو هو من زيتو قليله. يعني التصريح الاخر ديال فوزي القزع وزير الميزانيه قال لك سيدي بانه الاحصائيات اللي درنا حنا كحكومه بينات انه ما بين 2015 و2023 ان هذاك الدعم المخصص لغاز البوطان ما كانوش كيستافدوا منه الفقراء الا في حدود 14%، يعني كتمشي لي واحد 2.5 مليار ديال الدرهم، وما تبقى من هذاك الدعم المرصود لغاز البوطان كيستافدوا من الناس اخرون، يعني ضيعات وفيرمات ووحدات تجاريه واقتصاديه الى اخره. وهذا الشيء خطير اللي قال فوزي القزع. احنا ما يهمنا هو العدد ديال الفقراء اللي قال لك خصنا نرصدوا لهم، لان هاد الزياده ديال 10 دراهم في البوطه الحكومه قالت لك سيدي حنايا باش نوفروا واحد المبلغ مالي قدروه 25 مليار ديال الدرهم في 2024 في افق نوصلوا ل 26 مليار ديال الدرهم 2026 باش ندعموا هذوك الفقراء اللي في المغرب اللي العدد ديالهم تقريبا يصل الى حوالي 4 مليون نسمه، اي 12% من مجموع العام ديال السكان في المغرب. وهنا غنفتح واحد القوس، يعني لا توجد دوله في العالم تحترم نفسها تفتخر على لسان وزير الميزانيه ديالها او رئيس الحكومه بان عندها 12% من الفقراء، ساشون كو ان الناس الاخرين اللي غير مرصودين في هذه الخانه ديال الفقراء راه فايتين الاخرين غير بحزامه بشرطه، يعني بستارتر كيف كنقولوا بالدارجه. اما اللي دخلنا هاد الناس ديال ستارتر راه غادي نوصلوا للعدد ديال 7 المليون ديال المغاربه اللي في اعداد الفقر. وهذا يكشف زيف الشعار الذي رفعته الاحزاب المشكله للحكومه، حيت اللي دورنا السينتا ورجعنا اللور الحمله الانتخابيه كل هاد الاحزاب المشكله للحكومه كانوا يعيدون ويخدرون وينومون الشعب المغربي بانه في حاله ما اذا فزنا في الانتخابات سنسعى الى تحقيق واحد المطلبين الاساسيين، الاول رفع الناتج الداخلي الخام بما يخلق الرفاه في المجتمع، والثاني هو خلق الثروه على اساس تردم ديك الفوارق والناس تعيش في واحد الرفاهيه. للاسف الشديد 3 سنين دابا داز تقريبا على الحكومه او تنصيب الحكومه ديال الاخنوش، لا الناتج الداخلي الخام طلع او تصدقنا وحبس ولا الثروه تخلقات. حنا هذا المطلب ديال خلق الثروه غسلنا يدينا على الحكومه ديال الاخنوش، ما بغيناهاش تخلق لنا الثروه لانها ليست بحكومه الكفاءات بل حكومه الافات. حنا بغيناها المطلب اللي عند الشعب المغربي الان ماشي خلق الثروه، وتجمع الثروه المنهوبه والثروه المهضوره والثروه اللي كتدور في الرجلين ديال وزيره الماليه ووزير الميزانيه ورئيس الحكومه. وهاد الثروه المهضوره والمنهوبه اللي كتدور في الرجلين ديال الحكومه متعدده الاشكال. حنا غادي ناخذ غير واحد 5 المداخل باش نبينوا الحجم والفظاعه ديال هاد الارقام ديالها. المدخل الاول هو الفساد، يعني الارقام الاخيره التي اصدرتها الجمعيه المغربيه لحمايه المال العام قالت بان كلفه الفساد في المغرب تصل الى 50 مليار ديال الدرهم، يعني الخزينه العامه تحرم سنويا من هذا المبلغ بسبب الفساد. المدخل الثاني هو التبذير، التبذير الذي تشهده الادارات العموميه في الوزارات والجامعات والعمالات والمؤسسات العموميه الى اخره، حيث لوثلان دوفي ديال الاداره المغربيه مبالغ فيه بواحد الشكل رهيب لان ما كاين لا حاسيب ولا رقيب، والخبراء يقدرون هذا التبذير بحدود 20% من المخصصات لتسيير ديال هذه الادارات، يعني 45 مليار ديال الدرهم. المدخل الثالث وهو التقرير الصادر يعني على الوكاله القضائيه اللي هو تقرير مقلق ومزعج، تيقول لك بان جميع الدعاوي المرفوعه ضد الاداره المغربيه في شخص الوزارات والجامعات يصل الى 5 مليار ديال الدرهم، لان يعني المحاكم المغربيه معظمها تصدر احكام ضد الاداره المغربيه لان الاداره المغربيه يعني عرق كور وعقل العور في الملفات القضائيه، ما كتكونش واقفه على شغلها بيديها بشكل يجعل الوزارات والجامعات كيخسروا الدعاوي، وبالتالي الخزينه العامه للشعب المغربي تيخلص 5 مليار في التعويضات الى اخره. والمدخل الاخر هو التهرب، يعني التقارير ديال صندوق النقد الدولي او المنظمات يعني المماثله، هاد التهرب الضريبي والتحايل ديال الشركات العالميه المستوطنه في المغرب يحرم الخزينه العامه في المغرب من 24 مليار ديال الدرهم في السنه. ونزلنا عليه التقرير الاخر ديال اوكسفام حول يعني رفض الحكومه ديال اخنوش تطبيق فريضه ديال الثروه، لان هاد الثروه على الضريبه عفوا ديال الثروه لو فرضت من طرف الحكومه ديال اخنوش في السنه كانت الخزينه العامه ستضخ واحد المبلغ ديال 7.5 مليار ديال الدرهم حسب اوكسفام. وكتزيد هاد المنظمه كتقول لو ان المغرب طبق ضريبه ديال الثروه في السنوات العشريه الاخيره يعني من 2010 ل 2020 لامكنه جمع واحد المبلغ ديال 75 مليار ديال الدرهم، وهذا المبلغ كافي ليس فقط لتمويل التغطيه الصحيه ل 7.5 ديال المليون مغربي بل غادي يشيط الخير كيف كنقولوا بالدرجه. وبالتالي هذه المداخل الخمسه اللي جمعناها تنطيحوا في واحد المبلغ ديال 131 مليار ديال الدرهم، في حين ان فوزي القزع تيقول لك حنايا زدنا في البوطه باش نجمعوا ديك 24 مليار ديال الدرهم نعطيوها للفقراء في 2024. انت عندك 131 مليار كدور منهوبه ومهضوره، يعني 10% من الناتج الداخلي الخام منفلته من الرقابه ومنفلته من تتبع ديال الحكومه. ها فين خاص تبان حنت ايد الحكومه ماشي تبين حنت يدها في البوطه. اما الكلام اللي قال فوزي القزع بان كاين ضيعات وكاين وحدات اقتصاديه وفيرمات اللي كيستغلوا هذاك الدعم المرصود اصلا للفقراء، هذا راه ماشي مسؤوليتنا احنا كصحفيين، هذه مسؤوليه النيابه العامه اللي خاصها تجر فوجي القزع للتحقيق باش يعطيها لا ليست ديال هاد الفيرمات وديال هاد الضيعات وديال هاد الوحدات الاقتصاديه التي تستغل ظلما هاد المبلغ او هاد المبالغ الباهظه ديال الدعم المرصود للفقراء.